أنا معايا على التليفون دكتور عماد البناني، رئيس اللجنة المشكلة والمعينة حاليا في نادي الزمالك. يا دكتور عماد، أهلا وسهلا بحضرتك، برحب بيك، مساء الفل. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، بحضرتك أخبار حضرتك إيه؟ مشاهدينك الكرام كلهم يا فندم. ربنا يبارك في عمرك يا رب. أهلا يا فندم. هل سيتسع صدر حضرتك لأسئلتنا في هذه الليلة، أم أن هناك يعني ممكن يكون في أسئلة حضرتك لا تريد أن نسأل فيها؟ لا، هو ما فيش أي قيود على أي أسئلة للإعلام المصري. ربنا يبارك في عمرك. على برنامجك على وجه الخصوص موضوعي، وكلنا هنا موجودين سواء في المهمة اللي مسيرة لأعمال نادي الزمالك أو الجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية المركزية، كلنا عاوزين صلاح هذه القلعة الرياضية العظيمة عشان نقدر نوصل بيها لجمعية عمومية انتخابية تسفر عن مجلس إدارة من جمعية العمومية، يجعل هذا النادي في مساره الصحيح لكل الوطن بيبقى ان شاء الله باذن الله. خليني اسال حضرتك في البدايه، وقبل بس ما اسال خليني اقول لك انه بشكل شخصي اكن لك كل التقدير والاحترام، واعلم جيدا ما تملكه من سيره ذاتيه نقيه محترمه، وفي وجود حضرتك كرئيس للمجلس القومي للرياضه، وما تتمتع به من احترام شديد في الوسط الرياضي، وهذا حقق الطبيعي. انا بس الاول لازم اقوله علشان بعد كده الاسئله اللي هقولها يبقى واضح ان هذه الاسئله ليست لها علاقه بتقديرنا الشخصي الكبير جدا جدا لحضرتك. ده بادئ زي بادئ. وانا بوعد حضرتك يا استاذ ابراهيم ان كل ما هو من شاني الرد عليه هرد، اما لا ما لا اعلمه أقول لحضرتك هذا الموضوع خارج عن نطاقي ولا أعلم. طيب، ده شيء عظيم جدا. خليني أسأل حضرتك في البداية، هناك حالة غضب شديدة جدا جدا من جمهور نادي الزمالك، واعتراضا على وجود حضرتك، ليس لاسم حضرتك وإنما لما ظهر بالأمس في السوشيال ميديا كلها بانتماء حضرتك إلى القلعة الحمراء النادي الأهلي، فما رد حضرتك على هذا الأمر؟ الرد المنطقي والطبيعي والحقيقي ان انا طول عمري بشتغل في المؤسسه التي تدير الرياضه فيها 37 سنه منذ ان كنت اخصائي، تدرجت في الوظائف لرئيس المجلس القومي للرياضه لرئيس مجلس وزراء الشباب والرياضه العامه. واي حد بيتبوأ هذا المنصب بيلغي اي هويه تتعلق باحد القطبين الكبيرين في مصر، وبيقول انا على مسافه واحده ما بين الانديه كلها. اما ما يشاع او ما يقال فهو يربي باطل. وانا بقول للكل ان انا راجل مهني بشتغل في موضوعات الاداره الرياضيه، بشتغل في مؤسسات دوليه او افريقيه او مصريه تتعلق بالشان الرياضي. اما فيما يتعلق بمساله الانتماء، الانتماء بالنسبه لي هل عضويه هنا او عضويه هنا، وده مش موجود ولا هنا ولا هنا كعضويه. اما في الهوى لم يكن هناك اي شبهه تشوب ما توليته من مناصب ان انا اتجه لاتجاه مع احد القطبين سواء كان الاهلي او الزمالك، مع كل التقدير والاحترام. هل هذا ينفي ميول حضرتك الى النادي الاهلي؟ ينفي ما ظهر في السوشيال ميديا من بوستات كنت تحمل فيها تقديرا او تأييدا لمجلس ادارة النادي الاهلي في فترة زمنية ما؟ كان في نجاحات اثناء تبوأ مسؤوليه بيتم بروتوكوليا لاي حد بيتبوأ منصب كمناصب بيدير الرياضه المصريه في مصر، ان هو يشكر ان هو يؤيد نجاحات معينه سواء هنا او هنا، وده بيتم سواء كان للاهلي او الزمالك او اي من الانديه الاخرى. بالاضافه الى هناك عمل رياضي عام بعيدا عن الكوره، بعيدا عن اي اجراءات اخرى بتتعمل بالرياضه للجميع او بتتعامل مع المهرجانات او الفعاليات الرياضيه على المستوى المصري خارجيا، فدي كانت بتتم شان اي حد متولي هذا. انما نقول الهويه والتعصب لاحد القطبين ده مش موجود طبعا. حضرتك غير منتمي للنادي الاهلي من ناحيه التشجيع؟ من ناحيه العضويه ولا التشجيع للكره المصريه عموما والمنتخب مصر. من ناحيه يمكن ده معروف، من ناحيه التشجيع حضرتك لست اهلاويا، ومن ناحيه العضويه حضرتك مالكش عضويه داخل النادي الاهلي. حضرتك عايز تقول كده صح؟ ولا الاهلي ولا الزمالك. ولا الاهلي ولا الزمالك بالظبط كده. طيب، يبقى السؤال اللي هيبقى بعديها على طول، اما وانه حضرتك بتنفي عن نفسك ان تكون اهلاويا سواء في التشجيع او حتى في على مستوى العضويه. يا فندم، الانتماء سواء للنادي الاهلي او النادي الزمالك ليس وصمه،
ولكنه بنتكلم على عمره يا فندم مكان وصمه، عمره مكان وصمه، ولكن نتكلم عن حاله خاصه لها علاقه بانه حضرتك دلوقتي بتشغل منصب مهم جدا كرئيسا يعتبر لنادي الزمالك، انت اب اسره الزمالك الان، وبالتالي من حق الجماهير ان تفهم ما نشر خلال الفتره الماضيه. اللي نشر يا استاذ ابراهيم ولا يخفى عن العموم ان هو كان مفتعل لرغبه او اخرى فيما يتعلق باجراء غير حقيقي وغير موجود، وهو ده اللي ممكن نقفل بيه المساله بتاعت الهويه، لان الهويه دي مصريه صميمه تتعلق بمنتخب مصر، تتعلق بالرياضه المصريه عموما دون تمييز نادي عن اخر. هناك البعض غاضب الان داخل نادي الزمالك وينتظروا من حضرتك تقديم استقالتك فيما يتعلق بهذا الشان، فما هو رد حضرتك؟ انا بقول لهم كلهم احنا جينا في خلال 24 ساعه من الساعه 9 مساء امس حتى الان تم خلالها عدد من الاجراءات الخاصه بالاجراءات الصحيحه لنادي الزمالك، منها واحد استلام المهمه امس مساء، النهارده صباحا عقد تشكيل اللجنه الثلاثيه في مجلس اداره رقم واحد، وتم فيه الاتي: نمرة واحد الدعوة للجمعية العمومية اللي فيها بند انتخاب، الإعلان عن الجمعية العمومية في الجرائد الرسمية يوم 3/9، فتح باب الترشح لمجلس الإدارة يوم 4/9، عقد الجمعية العمومية اللي فيها بند انتخاب بإشراف قضائي كامل محايد يوم 20/10 في المدد القانوني، وما يستتبع ذلك من إجراءات طبقا لصحيح القانون واللوائح، اللي هي منها زي ما بيحصل في أي جمعية عمومية فيها بند تنقية العضويات، وإجراء اتصالات مع الأعضاء اللي لديهم متطلبات تسديد اشتراكات أو خلافه بخطابات مسجلة على عناوينهم المتفرجة داخل النادي علشان يبتدوا يوصلوا أوضاعهم، ثم فتح باب الترشيح لمدة 6 أيام 8 ساعات في اليوم متتالية، وده كان أول قرار. ثاني قرار والمهم جدا بالنسبة لنادي الزمالك فريق كرة القدم الأول، أيوة. هناك إجراءات خاصة بسفر الفريق لتنزانيا للكونفدرالية، تم تيسير حجز تذاكر الطيران، دفع المرتب الخاص بالمدرب الأجنبي، عمل الإجراءات الدفع المرتب ده خلال 24 ساعة، الدفع المستحقات المتأخرة لأسوريو الأيفة تم في اليوم ده من امبارح للنهاردة، ده النهاردة ده انجاز، يعني انجاز يعني في خلال الوقت ده انا بقوله 24 ساعة عدد من الاجراءات داخلية وخارجية. طب كويس، هتكلم عليها بعد كده فيما يهم اعضاء النادي نفسه، كويس، وخارجية لما يهم الجماهير. لم يحدث اي اجراءات بشأن اي غرامات على اي حد، لم يحدث اي مناقشة في هذا الموضوع. بمعنى ايه يا فندم؟ بمعنى ايه؟ يعني كان تداول بعض المواقع او بعض الاقلام ان تم يعني تخطيط عقوبه معينه على لاعب ما، مش هوضح اكثر من كده، انما ده لم يتم وغير صحيح وغير حقيقي بالمره. عظيم عظيم. الحاجه الثانيه المهمه جدا ان احنا حضرتك النهارده في اجتماعنا ابتدينا اللجنه الماليه مع الاستاذ احمد فؤاد الوقت المسؤول المالي، جمع الاداره الماليه للنادي وشاف المدخلات اللي موجوده، الامكانيات اللي موجوده علشان نقدر نواجه الاعباء اللي موجوده. العاملين في النادي لم يتقاضوا مرتبات عن شهر 7 وشهر 8 قارب على الانتهاء، ومتطلبين ان احنا ندفع هذه المرتبات، بالاضافه الى هناك بعض القرارات. ده مجلس الاداره برضو ده مهم جدا، ده مجلس اللجنة المسيرة لأعمال النادي رقم واحد التشكيل الحالي، يعني ما كانش فيه في اللجنة اللي بقالها أسبوع وأنا شرفت إن أنا انضميت إليهم امبارح، أيوه، ما كانش فيه قرارات لمجلس الإدارة، ما كانش فيه لمدة أسبوع. حضرتك تقول عايز تقول إنه خلال ال 24 ساعة دي حدث متغيرات كثيرة لمصلحة نادي الزمالك، لمصلحة نادي الزمالك داخليًا. طيب خارجيًا، خلينا نتنقل مع حضرتك لخارجيًا فيما يتعلق بمسألة القيد والغرامات اللي موجودة على نادي الزمالك، فكيف كان التحرك؟ ده بيتم التواصل من جهة مع الفيف ومن جهة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، والاستاذ احمد فؤاد الوطن بيتواصل تواصل متميز في هذا الاتجاه.
بالإضافة أيمن شعراوي فيما يختص بملف النشاط الرياضي، لأن فريق الهندبول عندنا فيه بعض المتطلبات، في بعض اللاعبين بنقي الفريق الأول لشأن الإعراض أو شأن استغناء عن بعض اللاعبين لضم اللاعبين اخر، وده بيتم وخدنا فيها اجراء مع الكابتن عبد الواحد السيد، وبنقول عشان نعدل المسار، ووعدوا ان هم وافرادنا اموال خصصت للكشف الطبي واموال خاصه بمعسكر اعداد لسفريه تنزانيا، بالاضافه الى المصروفات الخاصه بالاقامه والاشتراكات في البعثه بتاعت تنزانيا. كل الفلوس دي طلعت النهارده بهذا الكم من الالتزامات؟ 4.5 مليون جنيه للفريق الاول لكره 4.5 مليون جنيه للفريق الاول لكره القدم بما فيها مستحقات اسوريو، صح كده يا فندم؟ بالظبط يا فندم، بما فيها مستحقات اسوريو. لا يا فندم، علاوه على المرتب بتاع اسوريو بالدولار. يعني مرتب اسوريو على جنب، ال4 ونص دول اتصرفوا على فرقه الكوره، مظبوط كده؟ بالظبط يا فندم. طيب خليني اسال حضرتك في جزئيه مباشره عشان اقفل بيها الجزئيه ديت تحديدا. ما يحدث حاليا، حضرتك اكيد شايف اللي بيحصل في نادي الزمالك في الوقت الراهن دلوقتي جوه نادي الزمالك. قيل في عده ساعات ماضيه انه الدكتور عماد البناني يفكر في الاعتذار او التقدم باستقالته. أنا عايز من حضرتك إذا سمحت لي إجابة واضحة، هل تفكر في هذا الأمر؟ هل فكرت أصلاً في هذا الأمر أم لا؟ التكليف ده تم أمس، ودي مهمة أنا بعتبرها مهمة وطنية لصالح منصورها الرياضة المصرية كبير، ومهمة ما عنديش رفاهية إن أنا كنت أفكر أرفضها أو أقبلها، كان يجب عليا القبول. وأنا موجود هنا وما حصلش أبداً إن أنا فكرت في العدول عن هذا التكليف إلى أن تنتهي مدة الـ45 يوم الباقيين للجمعية العمومية، عشان نسلم النادي دون توريط للمجلس القادم أي إجراءات من ممكن إن هي تعيق مسيرته. إحنا بنضبط كل الأمور حتى يستلم مجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية لنادي الزمالك المهمة بيسر وسهولة. طيب كيف كانت كواليس تعيين حضرتك؟ الجمهور الزمالك برضو حابب ان هو يعرف من المعلومات الدكتور عماد البناني تم التواصل معاه امتى وقبل بالمهمه امتى؟ هل كل ده كان بالامس ولا كان محضر له من ايام؟ لم يكن الا امس بعد الظهر في اجراء سريع وعاجل، والتكليف تم من خلال الجهه الاداريه المختصه، وصدر القرار ان انا اقوم بهذه المهمه مع الزملاء الجديرين بالثقه الاستاذ احمد فؤاد الوطن والكابتن ايمن شعراوي في الشق المالي والشق الرياضي. هل حضرتك تقدر تقول لنا اذا كانت لدى حضرتك من المعلومات اسباب توجيه الشكر لسياده اللواء حسن موسى؟ انا ما عنديش معلومات عن هذا الملف، ولكن اللي ممكن نقوله ان ده الاجتماع اليوم هو الاجتماع رقم واحد، رغم ان اللجنه اللي كان فيها سياده اللواء كل التقدير والاحترام ليه بقى لها اسبوع، ولكن احنا ابتدينا هذا الموضوع اليوم في مجلس اداره تم التوقيع عليه وتم ارسال الجهه الاداريه المختصه فيما يتعلق باجراء سليم قانونا. واضح انه في صوت حوالين حضرتك، معلش مشوشر عليك، معلش انا بعتذر. تحت امرك. طيب السؤال الاخر هو متعلق بخزينه نادي الزمالك، هل لما حضرتك تسلمت كان في خزينه نادي الزمالك هذه الاموال التي تحركت بها خلال هذه الساعات القليله، ولا ده حصل مع دخول حضرتك الى النادي؟ الاموال دي تم اعداد القوائم الماليه مع الاداره الماليه وتم تجنيب هذه الاموال علشان احنا عندنا اولويات وخاصه للفريق الاول لكره القدم، والفريق الاول لكره القدم فيما يهتم به الشان الخارجي اللي هو جماهير نادي الزمالك بالاضافه الى كيان نادي. هل هيكون في متحدث اعلامي للجنه ولا لا؟ احنا كل الاعلام الخاص باللجنه هيكون مع القنوات الشرعيه الاعلاميه لنادي الزمالك، قناه نادي الزمالك، موقع نادي الزمالك الرسمي، ومجله نادي الزمالك، عشان نقدر نعزز قيم هذه القنوات والروافد الاعلاميه لهذه المؤسسه الوطنيه نادي الزمالك، ونقدر نعمل دورهم الايجابي المطلوب بيهم تمثيل.
وانا النهارده ما بعمل متفق مع حضرتك لان احنا بتقول الاعلام حر وانا اللي بتكلم وبقول لحضرتك الاجراءات اللي تمت في خلال 24. طيب ده شيء عظيم. خليني اسال حضرتك كمان في جزئيه لها علاقه بالانتخابات نفسها، هل تتوقع ان هناك ما قد يحدث يعرقل العمليه الانتخابيه اللي حضرتك بتقول انه من المفترض انه هتدعو الى الجمعيه العموميه في يوم 3 سبتمبر ام لا؟ 3 ديسمبر سيتم الاعلان في الجرايد و 4 ديسمبر يفتتح باب الترشح. دكتور عماد، وخلال من 4 عندنا 6 ايام هيتم فتح باب الترشيح، وفي نفس التوقيت من النهارده مجموعة فريق عمل كبير بيقوم بعمل اجراء وفقا لصريح القانون واللوائح، وهو تنقيط العضوية والاتصال بالاعضاء الكرام فيما يتعلق باي اجراءات عشان تبقى العضوية بتاعتهم سليمة تجعلهم يؤدوا صوتهم الصحيح في الجمعية العمومية. دكتور عماد، هل حضرتك تواصلت مع رجال اعمال من نادي الزمالك لحل المسألة الازمة المادية؟ لانه اعتقد انه حصل دفعة دلوقتي حاجة بتقول بالفلوس اللي موجودة في النادي، ولكنه الفلوس دي اكيد خلصت يعني. الملف المالي بالكامل لان احنا مقسمين العمل في المجموعة الثلاثية، الشأن الرياضي مع الكابتن ايمن شعراوي، الشق المالي بكل روافده مع الاستاذ احمد فؤاد الوطن، واحنا بنتكلم على المقدرات الماليه بالنسبه للواردات للنادي، والامور الهامه والعاجله اللي لازم يصرف فيها هذه المقدرات الماليه اللي موجوده. هل متوقع انه يتم رفع الايقاف عن نادي الزمالك خلال هذا الاسبوع بما انه حركه العمل بتحصل بشكل سريع جدا جدا ولا صعب؟ هم يعني احنا في محاولات جاده جدا، واعتقد ان كل الجهات المنوط بيها تنفيذ هذا رفع الايقاف. حضرتك بتتكلم على رفع ايقاف القيد، يعني نادي الزمالك دلوقتي موقوف قيد اللاعبين بتاعه، وبالتالي هو عليه 1,750,000 دولار لابد ان يدفعوا، وبالتالي تترفع الغرامه. هل متوقع خلال ايام يخلص علشان لو هناك رساله يعني فيها طمانينه لجمهور نادي الزمالك اسمعها من حضرتك؟ ده اللي احنا بنعمل عليه، وكان هيبقى في الجلسه رقم 3، وكان قرر بيها بكره الصبح، وان شاء الله تتم بكره الصبح عشان نقدر نعرف الاسس اللي ممكن ننفذ بيها رفع هذا الايقاف مع الجهات المعنيه. هل هناك لجنه فنيه كرويه تتعلق بالشق الرياضي وتحديدا فرقه كره القدم سيتم تعيينها، سيتم اختيارها ام لا؟ المدير الفني الاجنبي مع مدير الكره الكابتن عبد الواحد السيد وفريق العمل اللي موجودين هم اللي بيقوموا بهذه المهمه الان، وبيقوموا بيها على اكمل وجه امامنا، ويمكن ده اللي تم خلال الجلسه بتاعت النهارده او الجلستين بتوع النهارده فيما يخص بالفريق الاول لكره القدم. رساله لجمهور نادي الزمالك اللي كان عنده وما زال موجود دلوقتي عنده حاله غضب من الاختيار، انا اسف جدا في التعبير ولكني بنقل ما يحدث، رساله من حضرتك ليه، ورساله ايضا لجمهور الزمالك بعد المداخله وبعد التبيان ما قلته حضرتك من حقائق. انا بتكلم مع جمهور نادي الزمالك الخارجي. نادي الزمالك نادي عظيم له كل التقدير والاحترام. الدولة مهتمة جدا بيه، ويمكن التكليف اللي تم لهذه اللجنة كانت رسالة للأعمال، يمكن ده ما كانش متوقع ان اللجنة تعلن عن الجمعية العمومية الانتخابية في وقت قياسي، وطبقا لصحيح القانون حتى لا يحصل اي نوع من المعارضة على القرار، بالاضافة الى الجمهور الخارجي احنا بنحاول لفريق كرة القدم، فريق كرة اليد، فريق كرة الطايرة، نعمل عمليات الانتقال، عمليات الخاصة برفع الإيقافات وكل ده. زيزو وفتوح، هل هناك تحركات من أجل التجديد لفتوح؟ وزيزو هل فعلا عندكم عرض ليه ولا مفيش؟ لم نتكلم في ده حتى الآن، فمش هقدر أقول لحضرتك على هذا الموضوع دلوقتي، إنما ده يمكن اللي هيسفر عنه بإذن الله. اقول لحضرتك خبر حصل. اتفضل يا فندم، اتفضل. الضرايب كانت مطالبه النادي بمليار و200 مليون. الضرايب كانت مطالبه النادي بكام يا فندم؟ مليار و200 مليون. مليار و200 مليون، حضرتك دلوقتي بتقول خبر حصري، فيعني جهزوا نفسكم يا شباب. مطالبه النادي بمبلغ مليار و200 مليون. هذا المبلغ بالتفاوض من اللجنه الثلاثيه والجهود الخاصه ب الاستاذ احمد فؤاد الوطن نزلت ل 40 مليون جنيه فقط. ياه. وهتنزل تاني، لان العمل اللي احنا بنعمله عمل مؤسسي، الاداره الماليه بكاملها كانت موجوده، حصل تنقيه
في المطالبات اللي كانت مذكوره قبل كده جزافيه في موضوع الضرائب وبالتقنين الخاص بدراسه هذه المبالغ المدركه تم نزولها الى 40 مليون والتفاوض التالي بكره الصبح. يلا يا شباب عاجل يا شباب على الشاشه بسرعه، يلا عاجل، ده خبر مهم بيقوله الدكتور عماد البنان من فضلكم، اتفضل يا فندم. 40 مليون جنيه يتقسطوا على سنتين. ال 40 مليون جنيه يتقسطوا على سنتين من مليار مليار و200 مليون، من مليار و200 مليون ل 40 مليون جنيه دلوقتي من المفترض في مساله الضرايب. ده شغل الاستاذ احمد فؤاد الوطن، صح كده انجاز التعبير، المدير المالي. احنا بنشتغل ثلاثتنا مع بعض مجتمعين على كل مفرده وكل ورقه. لا ينفرد احد منا بقرار ولا ينفرد احد منا براي، لكن الامر تشاوري ما بين الثلاثه اللي منوط بينا الاجراءات المرعيه للوقوف على اقدام هذا النادي على قدميه امام البلد. طيب. ويمكن ده تشريف التكليف ان احنا نتكلم. سؤالي لحضرتك، هل مترتب على التخفيض الكبير جدا جدا في رقم الضرائب الى هذا الحد انه يتم رفع الحجز على ارصده نادي الزمالك، ولا ده ملوش علاقه بده؟ اول ما تنتهي هذه الاجراءات طبعا هيكون برفع ايقاف الارصده في البنوك عشان النادي يقدر يحط الاموال بتاعته واداره الاموال في خلال الاطر الشرعيه، يعني بتخش الخزينه وبتخش البنك وبتصرف من البنك، وهو ده الاجراء اللي كان يجب ان يكون من زمان. تفاوضتوا مع اتحاد الكره فيما يتعلق بمساله المستحقات ولا لسه ما فتحتوش الموضوع ده؟ المستحقات يا فندم هم 24 ساعه. 24 ساعه انتوا عملتوا فيهم حاجات كتير بقى، عشان كده انا طمعت اسال بقى. قدامنا اجنده اجنده مع اتحاد كره القدم، معانا اجنده مع الاتحاد المصري لكره اليد، اتحاد الطايره اللي في مدربه جايه من البرازيل النهارده بندفع لها باقي المستحقات وتذاكر الطيران عشان تم التعاقد معاها من قبل، وكان واقف الموضوع ان هي القدوم لنادي الزمالك على حوالي 2500 دولار هنجيب لها تذاكر الطيران وتبتدي تستلم عملها في النادي، لان هي هددت اذا لم يوصلها باقي المستحقات او تذاكر الطيران المنصوص عليها في العقد ما كانتش هتيجي. فحطينا ده في الاولويات وابتدينا ناخد الاجراء ان هي توصل لفريق كره القدم. طيب في اي حاجه حضرتك حابب تضيفها، تعقب عليها، تعلق عليها؟ لانه هذه المداخله في منتهى الاهميه لكل الناس اللي بتتابعنا دلوقتي حالا، الملايين دلوقتي بيتابعوا. انا بقول لحضرتك شان كل الانديه في جمهوريه مصر العربيه تخضع لتعاون مشترك مع الجهات الاداريه المختصه والجهه الاداريه المركزيه وزاره الشباب والرياضه، ونادي الزمالك فعلا هنقول محل اعتبار كبير جدا من الدوله المصريه، ممثله في المنوط بيه ان هو النادي يقف على اقدامه تماما وعهدنا بيه دائما، ويكون في مصاف ما يجب ان يكون لهذا الصرح العميق. دكتور عماد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبشكرك لسعه صدرك على كل والاجابه على كل الاسئله. انا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. انا بشكر حضرتك الاستاذ ابراهيم، وبقول لجماهيرنا للزمالك لا تنساقوا وراء بعض الاشاعات قد تكون الغرض منها عرقله مسيره هذه اللجنه الثلاثيه اللي نصب عينها فقط صالح نادي الزمالك، صالح جماهير نادي الزمالك دون غيرهم، ونقف نحن الثلاثه على مسافه واحده بين كل الناس، احنا ما نعرفش مين اللي هيرشح نفسه، ما نعرفش مين اللي ليه اغراض، انما احنا على مسافه واحده بين الجميع، مصلحه النادي، اعضاء النادي، العاملين في النادي وجماهير النادي. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا، بشكرك شكرا جزيلا دكتور عماد البناني المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك.